ندخل على اراضينا وبلدنا هذه، وليش اليهود يتهنوا فيها واحنا ما نتهناش فيها؟ يعني بتمنى اكون معاهم، لو صح لي اروح ماشي، ما بقولش لا بقول. بشجع انه نروح رحال نتعرف على اماكن احنا ما رحناهاش بالمره. طبعا هذا كله استهتار، كله حكي غلط في غلط. الناس شايفين الكورونا، شايفين الامراض اللي عندنا، وبشو رجعوا من الغادي خلطوا اليهود وخلطوا الناس اللي في كورونا. هون في كورونا وغيرت فيش كورونا، هذا اشي إلنا بيرجع، هذا وطننا مش لليهود ولا للاحتلال. يعني اني ازور الداخل بطمن، ويعني البحر والطش وطير السهم. نفسي كثير كثير كلنا نروح عليه، نفسي الاحتلال يطلع من ارضنا عشان يصير إلنا نروح عليه وقت ما بدنا. يا ريت يعني يكون في فرصه لو ساعه في اليوم اني اروح بقول السلام. احنا نطلب كل شبابنا ونسواننا اللي راحوا الغالي انهم يحجزوا حالهم في البيوت، تكفل عندنا كل يوم 500 حاله في الخليل. انا بدعي لهي الرحال بزياده، ان انا بدل ما اطلع على عمان بدل ما اطلع هون اخذ اسرتي وبجي طالع. انا لما اخذ مرتي واولادي وانا بصرف، ليش لا؟ ليش غير يخش في اللي معه البي ام سي وغيره، يخش بسيارته ويروح ويجي؟ هو احسن مني؟ مش احسن مني. هاي فلسطين التاريخيه، مهما حاولوا يغيروا فيها بتضل موجود، الصبرات موجودين فيها، الصبر موجود، المقابر الاسلاميه موجوده، المساجد موجوده، قد ما بدهم يغيروا فيها هي موجوده وموجوده في قلوبنا.